أحد أهم الرموز الرياضية المصرية، والذي ساهم في تحقيق إنجازات عديدة في رياضة الخماسي الحديث، هو المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد اللعبة وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية. ساهم العريان في تطوير اللعبة على المستوى المحلي والقاري والدولي، وتقديم العديد من اللاعبين الذين تصدروا المشهد العالمي ومنصات التتويج في بطولات إفريقيا والعالم. واستكمالاً للإنجازات المصرية التي شهدها العالم في الشهور الأخيرة باستضافة العديد من الأحداث الرياضية المهمة، منها بطولة مونديال اليد وكأس العالم للرماية والسلاح والدراجات والجمباز الفني، تحتضن مصر في يونيو المقبل بطولة العالم للكبار في الخماسي الحديث، والتي تقام على ملاعب استاد القاهرة. يأتي ذلك بعدما تم سحب تنظيم البطولة من بيلاروسيا وإسنادها إلى مصر، مما يؤكد على ثقة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في الدولة المصرية بعد نجاحها في تنظيم العديد من المحافل العالمية بأعلى إمكانيات طبية وأمنية. وعلى قدم وساق، يتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جميع الملاعب والصالات التي تقام عليها منافسات الخماسي الحديث للبدء في رفع كفاءة الملاعب والانتهاء منها في أقرب وقت، لتكون في أبهى صورة وجاهزية لمنافسات بطولة العالم، والانتهاء من جميع التفاصيل والتجهيزات اللوجستية والإدارية الخاصة باستضافة البطولة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة واتحاد الخماسي في إطار التعاون المثمر لمواصلة النجاح والتفوق للبطولات الدولية التي تحتضنها مصر في مختلف الألعاب الرياضية. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة إحنا في هذه الفقرة، أولى فقرتنا الحوارية في حلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، سعداء ومتشرفين بوجود ضيف عزيز معروف عنه جدا قلة ظهوره الإعلامي، ومعروف عنه أكتر أنه دائم العمل والتطوير سواء في اتحاد الخماسي الحديث اللي بيترأسه طبعا أو اللجنة الأولمبية المصرية كأمين عام لها. لما بيتكلم عادة ما بيتسبب في الكثير من حالات الجدل ما بين مؤيد ومعارض. معانا ومنورنا النهارده المهندس شريف العريان. صباح الفل يا فندم، سعداء بوجودك معانا. اهلا بيك. بونجور يا فندم، اهلا بحضرتك ومنورنا، وسعداء ان يعني حضرتك يعني ما بتظهرش كتير في الاعلام لكن متواجد معانا، وبنتكلم عن يعني ملف الخماسي الحديث وبطوله العالم اللي انتهت بالامس. فممكن نبدا من هنا مع حضرتك. فريقنا كان بيلعب في كاس العالم للخماسي الحديث بعد توقف سنه بسبب كورونا. الحقيقه تم الاتحاد الدولي دلوقتي بيستكمل بطولات المؤهله لاولمبياد طوكيو، ودي كانت اول بطوله في الكالندر بتاعنا، يليها بطولتين في بلغاريا ثم نهائي كاس العالم، ثم ينتهي المطاف ببطوله العالم للكبار التي سوف تقام في القاهره ان شاء الله من 8 ل 14 يونيو القادم، ثم يحدد مين هم 36 لاعب ولاعبه اللي هيمثلوا العالم كله في اولمبياد طوكيو القادمه. احنا في طوكيو الحقيقه بنلعب اللعب الخماسي، هيكون في اخر 3 ايام اللي هو من 5 ل 8 اغسطس. اول تصفيه طبعا كان كل الفرق في العالم الحقيقه مقلقه من بعد توقف سنه اخبار المستوى ايه، هل هنبقى جاهزين ولا مش جاهزين، طب مين تطور اكتر من الثاني في الدول الاخرى. فده كان طبعا تخوف مشروع للجميع الحقيقه، انما اولادنا كانوا على قد المسؤوليه الحقيقه، البنات والولاد حققنا نتائج متميزه جدا، ضمننا بيها التاهل لنهائي كاس العالم اللي هيقام في المجر في يعني في العيد ان شاء الله في نص مايو كده، وده برضو من مراحل التأهيل المهمة بالنسبة لنا. كاس العالم ده أحرزنا فيه في الولاد أحمد أشرف أحرز المركز الثاني وميدالية فضية، أحمد أسامة الجندي كان في المركز الرابع، وإسلام حامد في المركز السابع. يعني عندنا ثلاثة مصريين في العشر الأوائل، ده حاجة إنجاز الحقيقة أكثر من رائع. في البنات كان عندنا سلمى أيمن في المركز التاسع وأميرة أنديل في المركز الحداشر، وهم الحقيقة صغيرين جدا لسه مواليد 2000 و2003، فده بيبشر برضو بأن الأجيال القادمة الأولمبياد 2024 و28 هنبقى يعني منافسين بإذن الله إن شاء الله. طيب شاء احنا الله. طبعا عندنا أكتر من صعيد عايزين نتكلم مع حضرتك عليه فيما يتعلق بملف اللجنة الأولمبية. الحقيقة مؤخرا ابتدينا نسمع عن مجموعة من الملفات الشائكة خلينا نسميها اللي استجدت في الفترة الأخيرة، منها ملف المنشطات في رفع الأثقال، منها ملف عزل رئيس اتحاد المصارعة، منها ملف في إيقاف رئيس اتحاد كرة اليد بعد طبعا موضوع الفقاعة الطبية. النوع ده من الملفات الشائكة والحجم ده والعدد ده، كيف تتعاملون مع مثل هذه النوعيات من الأمور؟
لا احنا بنتعامل مع كل الملفات بالقانون، يعني احنا في قانون بيحكمنا، في قانون الرياضه الحقيقه، قانون 71 لسنه 2017، كلنا كنا الناس هنبقى فيه قانون، الحمد لله بقى فيه قانون، في بعض التعديلات دلوقتي يعني بيطرحها سيد وزير الشباب والرياضه او مجلس النواب لتعديلات على التنفيذ بعد التنفيذ الفعلي، شويه حاجات محتاجه تتعدل ما فيش مشكله خالص طالما هي مطابقه للميثاق الاولمبي والدستور والقانون، فده احنا شغالين فيه. المشاكل بتظهر وبنحلها على طول الحقيقه، يعني حضرتك كنت بتتكلم على موضوع الاثقال وتجميد رئيس اتحاد الاثقال يعني مش المصارعه، لا هو المصارعه اتعزل، تم عزله لا مش عزله، لا كلام حضرتك كان على الاثقال اوكي، لا الاثقال رئيس اتحاد المصارعه موجود زي ما هو اوكي اللي هو عصام نوار، لكن في مشاكل اخرى في المصارعه غير موضوع المجلس الاداره يعني اوكي. انما بالنسبه للاثقال في مشكله طبعا، مشكله قائمه من 2016 كلنا عارفينها الحقيقه، بان كان في خمس عينات او سبع عينات ايجابيه لمنتخب الناشئين في معسكر في الفيوم، كان تاخر بس الاتحاد الدولي للعبه في اصدار الحكم النهائي فيها هو اللي عمل الدربكه الحقيقه، لان قانون الاتحاد الدولي واضح وصريح. بس طول السنين دي كان يعني هو لو كان اتخذ القرار في ساعتها كنا توقفنا سنتين ثم استكملنا وكنا موجودين ساعتها في طوكيو. انما اللي حصل لما القرار اتاخر بقى ما فيش مشاركه لمصر في اولمبياد طوكيو القادمه، لان الدوله كلها موقوفه او الاتحاد نفسه موقوف لمده سنتين. اغلب اللعيبه ما لهاش ذنب في هذا اطلاقا، بالذات الفريق الكبير اللي هو ما عندوش عينات ايجابيه اساسا. كان في ايضا عينات ايجابيه في دوره الالعاب الافريقيه في المغرب، منها كان ساره سمير بطلتنا الحقيقه صاحبه برونزيه ريو، ودي بيبقى عقوبه شخصيه عليها تمنع برضو لمده معينه. موضوع المشتطة موضوع كبير يعني ومتكرر يا فندم، دايما متكرر في العالم كتير وفي العاب اكتر من العاب. بس عفوا باشمهندس، يعني هل هي فعلا بتبقى منشطات ولا في بعض العقارات او يعني العقاقير عفوا بتكون بتدي نفس النتيجه، ولكن يعني لان احنا طرحنا قبل كده الملف ده واتقال ان في بعض الظلم وقع برضو على اللاعبين عندنا؟ لا يوجد ظلم على الاطلاق. هقول لحضرتك في ايه، انت لو مضيتي على عقد خلاص وبعدين قلتي لقيتي حاجه مش مظبوطه فيه هتقولي لا اصل انا ما قريتش، مفيش حاجه اسمها كده خلاص. الوادة او المنظمه العالميه للمنشطات والنادو المنظمه المحليه للمنشطات في كشف كامل موجود سنويا وبيعدل كل سنه خلاص، وبيتم نشره بصفه يعني رسميه وبيعلن على جميع الاتحادات، والاتحادات المفروض تعلنه على جميع اللاعبين. فاللعيب ما ينفعش يقول انا ما كنتش عارف، يعني انت لو خدت دواء برد انت لو اعلنت عليه قبل البطوله عملت حاجه اسمها تي يو اي تمام اوكي، فانت انت انت في المضمون، ما فيش مشكله. حتى لو ظهر هذه الماده في جسمك ما فيش اي مشكله خالص، انت معاك عذر طبي من قبل المسابقه. انما ما ينفعش العذر الطبي يجي بعد المسابقه. يعني انا كنت عيان وخدت شويه حاجات من نفسي كده وبعدين رحت لعبت البطوله خدوا عينه طلع عندي الماده الممنوعه، قلت اخ ده انا افتكرت ان انا الاسبوع اللي فات كنت عيان، ما فيش حاجه اسمها كده خلاص. فلازم يبقى في وعي عند اللاعبين والمدربين و والاتحادات الحقيقه ان الاجراءات لازم تبقى سليمه 100%، لان القانون في الاخر لا يحمي المغفلين زي ما بنقول. لازم تبقى انت عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك بالظبط يعني. طب لو اتكلمنا عن الساحه الرياضيه حاليا، يعني عايزه راي واضح وراي صريح او قاطع زي ما بتقولوا حضرتك معروف يعني عنك ده، الساحه الرياضيه في مصر هل احنا بنتكلم ان احنا ما وصلنا له من انجازات يعني مرضي، ولا احنا نحتاج لمزيد من الانجازات بصراحه؟ مصر مصنفه من الدول اللي هي طبعا الانجازات بالنسبه لعدد السكان خلاص 100 مليون قليل، ده في الداخل كان 100 مليون قليل اوكي لو هناخدها بنسبه وتناسب مع عدد سكان الدوله، انما لو هناخدها نسبه وتناسب بما يصرف على الرياضه المصريه ايوه ده اعجاز بشري. هي يعني الانجازات اللي مصر بتحققها بالقيمه الماليه اللي بتتصرف على الرياضه ده اعجاز بكل المقاييس. هي قيمه كام يا فندم تحديدا لو حضرتك عندك معلومه؟ يعني مصر بتصرف تقريبا على الرياضه حوالي يمكن مليار مليار وشويه على الرياضه المصريه ككل، مش رياضه البطوله فقط لا غير، يعني انديه وهيئات سنويا وده قيمه الحقيقه صغيره جدا. اغلب الدول بيبقى قيمه الصرف على الرياضه مرتبطه زي الصحه زي التعليم نسبه من الناتج القومي للدوله. الدول المتقدمه بتصرف حوالي يمكن من 1-2% من الناتج القومي ليها على الرياضه، يعني نسبه مثلا 10% على الصحه 15% على التعليم ايا كان النسب،
تمام، ان الرياضه بيصرف عليها تقريبا من 1-2%، احنا بنصرف اقل من يمكن 0.1-0.2% من الناتج القومي بتاعنا، وده الحقيقه رقم هزيل جدا لو عايزين ننافس بره. الرياضه صناعه، الرياضه صناعه، فالدنيا واضحه، واضحه وضوح الشمس يعني. ما هي كونها كده هتلاقي حضرتك اتحادات بتحقق انجازات واتحادات لا. هي كونها صناعه زي ما حضرتك بتقول، وان كانت مؤخرا ابتدت تاخد شكل التجاره يمكن اكتر شويه من الصناعه، الميزانيات اللي بيتم يعني تحديدها للرياضه في كل الدول، مش بتكلم على مصر، في اي دوله بيبقى داخله في الحسبان فيها حته ان يبقى لها مردود، يعني هل في جانب استثماري في الموضوع؟ طبعا هو قانون الرياضه دلوقتي ادى الحق، ما كانش موجود القصه دي قبل كده في قانون 77 لسنه 75، ما كانش موجود حته الاستثمار خالص الحقيقه، انما تم اضافتها في قانون 2017 2071 سنه 2017 ودي حاجه جيده المفروض الناس كلها تشتغل عليها عشان يبقى عندك عوائد ثابته انت عارف مصدرها من شغل تجاري الحقيقه، شغل تجاري في مجال الرياضه. لسه ده لم يفعل بشكل كبير، انما الناس لازم تعرف حاجه، ان هو احنا هنا في مصر الفورمولا ماشيه كالاتي، الدوله هي الراعي الرئيسي للابطال الرياضيين في كل الالعاب ما عدا كره القدم، يمكن هي الاتحاد الوحيد اللي النهارده ان شاء الله يعني الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي هيواصل تدريباته وسيجري مسحه طبيه طبعا استعدادا للسفر للسودان في خوض مباراه ضد المريخ، بعد ما حدد الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني ان السفر ان شاء الله هيكون يوم الاربعاء القادم الى السودان. الاهلي هيخوض مواجهه مهمه جدا امام فريق المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، طبعا تمنياتنا لفريقنا الجميل والعظيم بكل التوفيق. خلينا نقول لحضراتكم برضو ان امبارح الفريق الاول استلم تدريباته، وبيتسو موسيماني كمان مدير الفني عقد جلسه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكره في حضور الجهاز المعاون عشان يطمن على كافه التحضيرات والامور كمان الاداريه الخاصه هنا فكره او برحله الفريق للسودان. مران كمان شهد انتظام ايمن اشرف، ده خبر كويس، الظهير الايسر للفريق في تدريبات الكره، وبيتسو موسيماني والجهاز المعاون عقدوا جلسه مع ايمن اشرف قبل المران عشان يطمنوا على حالته بعد اصابته مؤخرا يعني كسر في الركبة أو يعني شرخ في الركبة، نتمنى مش كسر طبعا شرخ الركبة، فنتمنى إن شاء الله الشفاء ليه، وسعداء أكيد بالخبر ده كده. احنا طمنا برضو على أيمن أشرف. طيب بالنسبه بقى لبواليا واليو ديانج، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اعلن ان الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق ببعثه النادي الاهلي في السودان بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده اللي جه طبعا في اطار خوض مباريات تصفيات امم افريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021. اما بقى بالنسبه للمالي اليو ديانج لاعب الفريق المتواجد حاليا مع منتخب بلاده، قال برضه كابتن سيد عبد الحفيظ ان اللاعب سينضم هو داخل الى تدريبات الفريق بالقاهره معسكر مالي على ان يوافق على البعثه من القاهره الى السودان. في شق صغير مثلا على سبيل المثال حتى حضرتك يعني الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي هيواصل تدريباته وسيجري مسحه طبيه طبعا استعدادا للسفر للسودان في خوض مباراه ضد المريخ بعد ما حدد الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني الدراسه، فهنا ما بيبقاش فيه للاسف زي في الخارج، في الخارج بالعكس بيسهلوا الدنيا، ممكن ياخروا امتحان، ممكن يكون في اكثر من حل، عندنا ما زال في مشكله. عندنا زي في مشكلة، بس هي الحقيقة يعني قلت كتير قوي عن الماضي. زمان كانت المشكلة دي كبيرة قوي، الحقيقة اتحطت في القانون بحيث ان هو اي لاعب مصري طالع بيمثل مصر في مهمة رسمية سواء كانت معسكر او بطولة وطالع له قرار وزاري فهو حق اصيل ليه ان امتحاناته تتأجل او دراسته تتأجل او الغيابات بتاعته تتشال، ده حق اصيل وبيطبق حاليا. يعني في دلوقتي توافق تام بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التعليم والتعليم العالي في هذه الامور، والموضوع بقى ميسر بشكل كبير. حتى كمان الامتحانات سواء كانت ثانويه عامه او غيره، خلاص لو احنا في دوره العاب افريقيه، دوره العاب اولمبيات، بنقيم الامتحانات في السفاره المصريه في هذه الدوله بشكل يعني سلس جدا الحقيقه. فالموضوع ده دلوقتي ما بقاش موجود زي زمان، بيحتاج بس ترتيبات، يعني بيحتاج ان البعثه نفسها اللي طالعه تكون مرتبه الكلام ده كله من الاول، مش بندور على الحل بعد ما احنا رجعنا. بس ده في حال تمثيل مصر، ولكن في حال التمرينات او غيره حاجات زي كده اللي هي التاهيل بقى عشان امثل مصر، دي ما فيش فيها اكسكيوز او ما فيش فيها اي تمثيل، سواء حتى كان نادي، يعني النادي الاهلي راح يلعب مثلا بطوله بره بيطلع له قرار وزاري، اي حد بيمثل مصر خارج الدوله سواء كان نادي او تمثيل باي شكل الاشكال فلازم يطلع له قرار وزاري، ما دام عندك قرار وزاري فانت من حقك هذه الحقوق
تماما. حته التمرين هنا بقى دي مختلفه. انا يعني لعبه زي الخماسي الحديث مثلا بتحتاج 10 ساعات تمرين في اليوم، من 5 الصبح في حمام السباحه وبعدين الجيم وبعدين تروح شغلك او مدرستك او جامعتك، بعدين ترجع عندك ثلاث العاب اخرى على الاقل بعد التعويم، تخلص على 10 11 بالليل. موضوع مرهق جدا طبعا. وكانت هنالك جهود طبعا احنا للعمل يعني على توسيع نطاق التكليف والحفر في منطقه مقدمه السفينه لتسهيل عمليه تعويمها. نجبر جامعه خلاص، جامعه خاصه او جامعه عامه، اللحظات الاولى على ان الولد هيجيب التعويم الجزئي للسفينه. ما انت برضو كده بتاخد حق غير حقك يعني، فلازم يبقى في البالانس ما بين الدراسه والرياضه. برضو عايز اسال حضرتك يعني نقطه كده متعلقه بفكره او بمبدا صناعه الابطال في الالعاب والرياضات المختلفه. لاحظنا ان في الفتره الاخيره دي اقصد بيها اخر كام سنه مش اخر كام شهر، كل فتره والتانية يا فندم يعني نشوف حتى لو كان الكلام ده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، نتعرف على رياضي ما، حد شخص بيمارس رياضه من الرياضات، وغالبا كمان بصفه بتكون ليها علاقه مثلا رفع الاثقال، كمال الاجسام، النوع ده من الرياضات بصفه خاصه، وتلاقي ان عند هذا اللاعب شكوى ان هو امكانياته الماديه مش سمحاله ان هو يقدر يتفوق في هذه الرياضه اللي حقق فيها بالفعل نجاحات معينه. حضرتك طبعا ادرى مني بكتير بميزانيات بند الاكل بس عند الناس اللي بتمارس النوع ده من الرياضه، وسمعنا قبل كده ان يعني في لاعب او اكتر لجأوا للتجنيس عشان يقدروا يلعبوا تابعين لاتحاد دوله اخرى لان هو مش قادر ان الكلام ده يحققه هنا في بلد. امتى النوع ده من المشاكل هيتحل، وخصوصا لو كان الطرف الرئيسي فيها مش مجرد حد واعد، لا ده حد بين اماره، حد بطل بالفعل. حضرتك تاني يعني دي نقطه مهمه جدا، زي ما قلنا الرياضه صناعه. يعني تكلفه البطل الاولمبي، بطل الاولمبي اللي بيحقق ميداليه بيتكلف حوالي يمكن مليون دولار او مليون يورو سنويا لعيب واحد. خلاص، فانا هديك مثال بسيط ان مثلا مصر صرفت على جميع رياضيها في موضوع التاهل لاولمبياد ريو دي جانيرو الماضيه حوالي 123 او 127 مليون جنيه في مده 4 سنوات على حوالي يمكن 500 لاعب اهل منهم في الاخر 121 لاعب للاولمبياد. حضرتك اقسم الرقم ده هتلاقيه ما يجيبش بطلين خلاص بالمقاييس الدوليه الخارجيه. فلما نحقق 3 ميداليات بالمبلغ ده اللي اتصرف على 500 لاعب الحقيقه ده اعجاز. اللعيبه في مصر مظلومه، اللعيبه في مصر مظلومه بمعنى ايه؟ ان هو اللعيب بيبذل اقصى جهد يقدر عليه بدني وذهني وكل الكلام ده كله، انما لازم بقى الجزء الاداري والجزء اللي هو الصرف بقى من معسكرات وسبلمنتس ولايف كوتشنج. طيب احنا هنروح بقى الخبر بعد كده بعنوان ليله لم تنام فيها السودان. ليه؟ لان هي زي ما اتقال هي ليله بصراحه مش اسعدت بس يعني اهل السودان، هي اسعدتنا جميعا سواء احنا بنتكلم كمان في مصر او حتى في الوطن العربي. هي فرحه كبيره للشعب السوداني زي ما كلنا تابعنا التاهل بطوله امم افريقيا بعد غياب كام سنه، 10 سنوات، عشان يعودوا مره جديده، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق واكيد كلنا سعداء بهذه برضه. طبعا ده حدث ما ينفعش يمر علينا بمرور الكرام، كلنا لازم نقول الف مبروك ومن قلب قناه النادي الاهلي وكل الجماهير المصريه يعني، ونشارك اخواتنا وحبايبنا الشعب السوداني الشقيق فرحته الكبيره بالتاهل طبعا بعد مباراه صعبه ومثيره امام جنوب افريقيا والفوز بهدفين نظيفين. طبعا احتلوا بهذا الامر المركز الثاني في المجموعه برصيد 12 نقطه بينما تجمل رصيد جنوب افريقيا في المركز الثالث في 10 نقاط فقط. انا بقى ببقى حريص قوي اشوف واتابع التواصل الاجتماعي بيتكلم في ايه. امبارح خليني اقول لحضراتكم كان في اشتعال كده بالافراح زي ما بيقولوا، وبعد المباراه تحديدا وكان في شغف كبير جدا، وكله من بدايه المباراه لغايه نهايتها كان عنده كده زي يعني ترقب. وكان كمان خليني اقول لحضراتكم الاتحاد الدولي لكره القدم في تحرص على ملف الدوري السوداني وعلق تحديدا قائلا الف مبروك اهل السودان لنهائيات كاس كده 2021 تترشح لمصر مثلا دولي رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، خلينا نعرف. لا الحقيقه احنا في تجانس تام في اللجنه الاولمبيه المصريه حاليا وبقاله الحقيقه يعني بعض السنين، واهم حاجه دايما في النجاح هي الاستقرار. يعني لما في استقرار وفي مجموعه بيشتغلوا مع بعض وفي تجانس ومفيش مشاكل هتلاقي الدنيا مستقره كويسه. لو في اي مشاكل اي نوع في اي مجلس اداره تاكد ان عمر ما اللاعبين هتقول لي اللعيب مفصول، انا فاصل اللعيب، مهما حاولت تفصله مش هتقدر الحقيقه وهتاثر عليه، ده موضوع منتهي يعني.
فانا الحقيقه لا ماليش اي طموح، انا بحاول اكمل لغايه طوكيو باقصى جهد ممكن شخصيا يعني سواء في الاتحادي او في اللجنه الاولمبيه، ثم بعد كده افكر في ايه اللي هيكون. بالنسبه للاتحاد انا بقالي دورتين كاملين رئيس وقبلهم دوره نائب رئيس، فانا شايف ان دي مده كافيه جدا ولازم يبقى في تواصل اجيال، فلن اترشح للدوره القادمه، هساعدهم من بره زي ما هم عايزين. يعني طموح مع الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي عايزني اكون موجود معاه في المكتب التنفيذي وعايزني اساهم في يعني هو مشروع افريقيا، فده التوجه العام بتاعي في الفتره القادمه ان انا اساعد في افريقيا مع الاتحاد الدولي في المكتب التنفيذي، ويمكن اترشح على رئاسه الاتحاد الافريقي، وبرده نفس الحاجه بالنسبه للانوكا او منظمه الاتحادات الاولمبيه الافريقيه، برضو ليا رغبه ان انا اترشح على رئاسه الزون 5 اللي هي دول حوض النيل، بس ده لسه هنشوفه في يمكن الجلسات القادمه ان شاء الله للجنه الاولمبيه ان شاء الله. يعني ايا كان التايتل احنا هنكون مطمنين ان حضرتك الحقيقه يعني وليك اعمال سابقه جدا كتير جدا في هذا الاطار، فكره ان حضرتك عندك القدره ان انت ترمي طوبه في المايه الراكده، مش كل الناس عندها القدره على كده ولا كل الناس عندها نفس قدر الثبات الانفعالي اللي عند حضرتك، بالرغم من الجدل اللي بتثيره في الكثير من الاحيان بارائك اللي دايما بيتضح في نهايه المطاف ان هي اراء صائبه. احنا سعدنا بوجود حضرتك معانا وتشرفنا وتنورنا بيك يا فندم. شكرا ليك باشمهندس، كل التوفيق ان شاء الله، وهنروح فاصل نرجع بقى وفقره كره القدم، هينورنا كابتن احمد فوزي.